السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد موقع ربح مال جديد اسمه sun-bucks.ru. هسيب لك الموقع في الرابط في الوصف أسفل الفيديو وفي أول تعليق مثبت. الموقع بتسجل فيه عادي خالص من الريجستريشن أو التسجيل، وبتفعل الإيميل، هتجيلك رسالة على الإيميل اسمها support@sun-bucks.ru. هتقول له، هتضغط على الرابط اللي فيها وتفعل إيميلك وتخش وتعمل لوج إن. ربح المال هو اصلا موقع باللغه الروسيه، عشان تترجمه بتنزل حاجه اسمها اضافه جوجل، اضافه من جوجل كروم اسمها جوجل ترانسليت، وبترجمه مثلا انجليزيه او اي لغه انت تحبها من هنا، اختيار لغه اخرى. بعد كده الرصيد الخاص بيك من هنا في حته اسمها مين اكاونت او الرصيد الرئيسي بعمله اسمها الروبل. اللي ما يعرفش، الدولار الواحد بيساوي 92.54 روبل، يعني قول 92.5 روبل، ده الدولار الواحد. يعني انت تبقى انت عارف العملة الخاصة بيك انت هتشتغل عليها ايه. ربح المال عن طريق كذا حاجة. اول حاجة قبل ما تشتغل بتحط حسابك في بايير لو انت حابب، بتقول له سيتنجز هنا، وبعد كده بيجي لك هنا زرار اسمه ريكويست بين كود، هتضغط عليه وبيقول لك، هيبعت لك رسالة على الايميل فيها البين كود الخاص بيك، بتكتب البين كود هنا، الرقم هنا، وبتكتب حسابك في بايير هنا وتقول له سيف، وبكده يبقى انت ادخلت حساب البايير الخاص بيك. عشان تربح عندك كذا حاجة في الربح، عندك من اليوتيوب انك انت تشتغل على اليوتيوب وتتفرج على اليوتيوب، الفيديو الواحد 20 ثانية تاخد 2% من الروبل. عندك روتيوب زي اليوتيوب كده، وعندك الاوفرز او العروض، وعندك الديلي بونص اللي هي البونص اليومي. احنا عندنا اللي احنا هنشتغل عليه هنقول له سيرفينج سايتس او تصفح المواقع، دي اول حاجة هنشتغل عليها سيرفينج سايت. مثلا هيجي لك موقع زي ده، هتضغط عليه ضغطة وبعد كده تقول له ستارت واتشينج. خلي بالك بقى من التركية دي، اما تيجي تحمل الترجمة اما تيجي هنا على الانجليزية، لا اما خليتها انجليزية يقول لك ان ايه ان، يعني مش هيعرف يفهمها. لو قلت له الروسية يبدأ يشتغل، بس انا كده هحمل الموقع من اول، هقول له ستارت. لازم تجيبها هنا الترجمة تخليها الروسية ما تخليهاش الانجليزية، عشان هو اصلا الموقع باللغة الروسية، فمش هترجم الموقع في اللحظة دي، يعني هتسيبه، انا مهمنيش يبقى روسي او انجليزي، المهم يبقى عداد الارقام ده يشتغل. هو مش هيشتغل طول ما انت عامله بالانجليزية، لكن لو عملته بالروسية هيشتغل. وبعد كده بتضغط على الزرار الاسمر ده بيقول لك تم حصولك على الهدية او على المبلغ اللي هو 2 من 100 22 من 1000. لو عملت ريفريش هيجي لك الرصيد هيزيد، وهكذا تشتغل. مثلا هنا في حاجات 22 من 2 من 100 هنا، وفي ده 2 من 100 و24 من 1000، ده مثلا 24 من 1000، ده برضه تضغط عليه ضغطة وتقول له ستارت واتشنج، وتخلي برضه الروسية زي ما هي. دي كلها مواقع ربح مال برضه، يعني هو بيجيب لك مواقع ربح مال، هتستنى لما تشوف. أقل حد للسحب في الموقع ده 5 روبل على محفظة بايير. اللي ما يعرفش محفظة بايير هسيب لك في الوصف اسفل الفيديو في اول تعليق مثبت ازاي تعمل محفظة بايير لاول مرة. بعد ما اخلص هضغط ضغطة هنا، وبكده انا خلصت المشاهدة. هعمل ريفرش، بقى 24 من 100 من الروبل، يعني تقريبا ربع روبل. طيب انت هتقولي دلوقتي، طب انا عايز حاجة يعني تكسبني اكتر من كده، حاجة اسمها completing tasks، يعني المهام المكتملة. هنا بقى في هي دي المهام كلها اللي احنا هنشتغل عليها. هنا مثلا بتعمل تسجيل في موقع وبتاخد 25 من 100 من الروبل، هنا بتاخد 1 روبل من انك انت تعمل ريت لموقع او ريجستريشن اونلي، تعمل تسجيل فيه بس، مجرد تسجيل. وهتنزل تحت هتشوف حاجات قيمة اكتر من كده، في 25 روبل هتسجل في موقع اسمه سوك بابليك هتاخد 25 روبل، هنا مثلا هتعمل تسجيل في موقع تاخد 5 روبل بالريفرال ده، يعني حاجات زي بالظبط موقع افيزو، هو يشبهه كتير زي موقع فيزا دوت بي زد. طيب انت حابب تشتغل على ده مفيش مشكلة، بس ده هياخد طبعا مجهود اكبر من انك انت تعمل السيرفنج سايتس، بس ده يستحق، يعني مجهود يستحق. الكومبليتنج تاسكس دي او المهام دي انت هتشتغل عليها، وممكن مثلا تشتغل تعمل اشتراك في التليجرام، في التليجرام مثلا، وتاخد مثلا 0.5 روبل عشان بس تعمل اشتراك او متابعة لواحد على التليجرام. اليوتيوب تتفرج على فيديوهات يوتيوب، عندك فيديوهات كتير جدا يوتيوب بتقدر تشتغل عليها، في فيديوهات 3 من 100 روبل، 2 من 100 روبل، بتتفرج على الفيديو ازاي، بتجيب اي فيديو مش شرط من الاول، وبعد كده تضغط على ضغطة وبيقول لك ستارت واتشنج، هتضغط عليه بعد كده هيجي لك فيديو. عشان بس ما تخلص الباقة بتحدد الاعدادات هنا وتقول له 144، وبعد كده تشغله تاني وتتأكد ان العداد شغال. طول ما العداد شغال يبقى انت كده في السليم، يبقى انت كده شغال صح، والموقع بيعد الثواني مظبوط.
بعد ما تخلص بيقول لك كباتشا سهلة جدا بتحلها، يعني حاجة بسيطة. بيقول لك النجوم هنا كام عددها؟ 4. هضغط على رقم 4 وكده انا حليت الكباتشا. هقفل الصفحة، هيقول لي done، يعني تم حصولك على 2 من 100. هنشوف سيرفينج سايتس مثلا، في حاجة اسمها ريدنج ليترز بس هي مش شغالة دلوقتي. ده بيقول لك مثلا اسئلة عن مواقع، انت بتجاوب على الموقع ده، بيقول لك مثلا الريفرال بتاعه بيكسبك من امتى او بتاخد قد ايه من الريفرال. مثلا هتقول له 10%، هو قايل لك اصلا في المعلومات الموقع 10%، وبيجيب لك اختيارات، بيقول لك 10%، 20%، 30%. تختار الحاجة الاجابة السليمة وبكده هتاخد، هيعمل لك برضو عداد ثواني، 20 ثانية او 15 ثانية، وبعد كده بتاخد الربح. اما سيرفنج سايتس دي اسهل حاجة، يعني مفيش اسهل منها، انك بتضغط على الموقع ده وتقول له ستارت واتشنج، وبعد كده تأكد ان هو باللغة الروسية الترجمة عشان يعد لك الثواني مظبوط. لو عملتها اي لغة تانية، لو عملتها الانجليزية او اي لغة تانية مش عايز اعملها بس عشان ما بوظهاش، هيجيبها لك ان هي ان اي ان او انها ما لا نهاية، مش فاهمها يعني. بعد كده اقفل واشتغل على موقع تاني، 24 من 1000، اضغط عليه. مفيش اسهل من الموقع ده بصراحة، موقع سهل جدا، هو ربحه قليل شوية بس انت مش بتشتغل لوحده، مش متشتغلش على الموقع ده لوحده، لا انت بتشتغل على مواقع تانية كتير زي موقع coinbayu.com، موقع افيزو دوت بي زد، موقع بوكس دوت ار يو. الموقع دي بتشتغل معاها بالتوازي مع الموقع ده، بيجيب لك مثلا هنا 5 روبل، هنا 5 روبل، هنا 10 روبل، بتجمع في الاخر دولار او نص دولار بكل سهولة ان شاء الله. فمش عايزكم يعني تقولوا ايه الربح قليل ومش عارف ايه. طب هتقولي انت سحبت عليه قبل كده، انا بس مجربتش اسحب عليه، انا لسه منزل البرنامج الموقع دلوقتي ولسه شغال عليه. اول ما هسحب عليه هقول لك اثبات السحب في شورتس، فيديو شورتس، واقول لك اثبات السحب واسحب قدامكم زي ما انا بعمل كالعاده يعني ان شاء الله. بس الموقع انا معرفش هو صادق ولا لا، انا لسه ما سحبتش عليه، ان شاء الله لما اسحب هقول لكم على طول. بس هو الموقع شكله منمق وشكله يعني ممتاز، وان شاء الله نامل يعني ان هو يشتغل كويس. عشان تسحب على الموقع او من الموقع ده بتقول له، بتضغط على كلمه مين اكاونت، بتضغط على ضغطه، وبعد كده بتختار بيير. بس تلاحظ ان هو بيقول لك جنب تحت بيير كلمه مينيمم 5 روبلز، يعني اقل حد للسحب 5 روبل. لو ضغطت هنا ضغطه هو طبعا مش هيسحب عشان انت ما عندكش الحساب في او حسابك ما كملش ال5 روبل. بيقول لك حدد الكميه اللي انت عايز تسحبها بالروبل، لو انا قلت له مثلا 5، كتبت 5 اهو، لو ضغطت هنا بيير مش هيجيب لي زرار ان هو بيقول لي كونفيرم او التحويل، يعني مش هيجيب لي زرار التحويل اصلا عشان هو اصلا رصيدي ما جابش 1 روبل حتى، انتوا فاهمين. اما ادفرتايزنج اكاونت او الحساب الاعلانات، ده انا ماليش دعوه بيه، ده حساب مثلا لو الحد عنده بلوجر او مدونه وعايز يعلن عنها وعايز زيارات للمدونه الخاصه بيه، فبيعمل من ادفرتايزر هنا تقول له بليس ان ادفرتايزمنت، يعني اعمل لي اعلان، وتبدا تحط الموقع الخاص بيك او المدونه الخاصه بيك، وتبدا ياخد من الرصيد اللي فوق اللي هو ال10 روبل. احنا مالناش دعوه بالقصه دي، بس انا برضو حبيت اعرفها لكم. من بيرسونال اريا زي ما قلت لكم، هتدخل من السيتنجز هنا اعدادات حسابك في بايير، الافضل قبل ما تشتغل بحيث انك انت يبقى حاجتك متظبطه من قبل ما تشتغل في الموقع. دي كل حاجه في الموقع يعتبر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اعجاب للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.